السلام عليكم، معكم الحمدي محمد رئيس جمعيه رباط الخيل للثقافه والرياضه. اليوم في ملاعب الزهور المحشوش هذا كنظموا واحد الدوري في كره القدم في فئه البراعم بمناسبه افتتاح الانشطه الرياضيه في ملاعب الزهور اللي كتعرف مشاركه 13 فريق من فرق المنطقه ديال الاحياء. الحمد لله كما كتشوفوا راه المباريات بدات وراه الاجواء الحمد لله في واحد الروح الرياضيه، وكنتمناو ان هذه الانشطه تستمر في هذه الملاعب باش الاطفال ديال المنطقه يستافدوا من هذه الملاعب القرب. والحمد لله راه الامور دابا. شحال من فريق مشارك اليوم؟ تقريبا دابا راه مشاركين 13 فريق، وكاين بالمناسبه راه حنا مشاركين معنا داك الاطفال ديال دار الوفاء ماجيس، هما مشاركين معنا في هذا الدوري. راه انتم كتشوفوا الامور في المستوى بالنسبه للمؤثرين وكذا، وهذا راه ملتزمين بالاحتياطات الاحترازيه، وراه تم التعقيم في الدخول ديال الملاعب، وراه الامور كما كتشوفوا الحمد لله راه التنظيم راه وفق الاحترازات الاحتياطيه اللي كدير في الفيفا. من بين اسماء الفرق اللي مشاركه؟ هي الفرق اللي مشاركه كاينه فريق رباط الخيل اللي كنمثلها انا، كاين فرق في الزهور، في حي الزهور، كاين فرق وداد سايس، كاينه جمعيه الاهلي المغربي، جمعيه منتدى سايس، وهم تقريبا الفرق ديال مقاطعه سايس. وبالنسبه للاعمار؟ الاعمار الفئه ديال مواليد 2008 2009. كاين شي مساعدات ديال الدعم؟ لا، هذا التنظيم باش نكونوا واقعيين، هذا التنظيم ديال الدعم ديال الجمعيات بوحدها، يعني كاينين شراكه مع مجلس المقاطعه بحكم ان الملعب ديال اللي هي اللي كتعطينا الملعب دايرين شراكه، وكاين واحد الاشراف ديال الاداره الجهويه ديال العاصمه. بالنسبه للجوائز ديال الدوري حنا وصلنا لواحد التسجيل، كاينين شواهد تقديريه ديال الاشراف بالنسبه لجميع الفرق المشاركه، وكاينين شواهد للحكام، يعني واحد جوائز عينيه ولكن المساهمه ديال الفرق، حنا اللي الفرق اللي كنقدموا ان شاء الله. كاين شي فريق ديال العنصر النسوي؟ بالنسبه للعنصر النسوي دابا كاينين لاعبات هنايا كيلعبوا مع الفرق، ولكن لحد المقبل ان شاء الله غيكون عندنا واحد النشاط هنا، غادي نحاولوا نجمعوا اللاعبات ديال كره القدم باش يكون واحد النشاط باش نديروا مقاربه من نوع هنايا في المنطقه. انا شابي محمد، لاعب سابق مغرب فاسي، بالنسبه للحضور ديالي فهاد الاخوان هادو استدعاونا لبينا الدعوه، لان راه كتعرف الاخوان ديال يعني ديال كبروا بينا باش نكبروا معاهم في هاد الدوري هذا اللي منظمين هنايا في منطقة الجامعة ديال سايس. الحضور ديالي كان يعني غير كتشريف يعني لهاد اللاعبين هادو الصغيورين اللي هنايا البراعم اللي لاعبين هنا، والحضور يعني كان بحال نقولوا حنا رمزي يعني باش نعطيو قيمة لهاد الوليدات انهم يعني يكونوا عندهم واحد الرؤية يعني باش يلعبوا ان شاء الله في واحد المستوى عالي. وهذه يعني بادرة طيبة للاعبين هكا الصغيورين ديال الاحياء، يعني على الاقل هما مأطرين هما هاد الاخوان هادو، وتعرف ان الدريورين الصغار الا ما تأطروش الصغر كيمكن لهم ينحرفوا، دونك هذه يعني واحد البادره اللي طيبه باش تحيد اللاعبين على ذاك المسائل الخايبه اللي ما كيتمنى حتى شي اب ان الابن ديالو يعني يمشي بهذا الاتجاه. نتمنى هاد البادره تلقى استحسان كبير يعني من السلطات ديال الجماعه، ويكون هاد البادره يعني تبقى تكرر في مناسبات كثيره. والان فهذا كله كي قلت لك هو التأطير ديال هاد اللاعبين باش ما يمكن لهمش ينحرفوا. السلام عليكم، معكم السيد عبد الله، رئيس جمعيه منتدى سيس التنميه الرياضيه والثقافيه لكره القدم في حي الزهور. اليوم كتنظم جمعيات رياضيه لسيس هنا بشراكه مع مقاطعه سيس وباشراف العصبه الجهويه للتقنيه لكره القدم، عرس رياضي هنا بلاطو لفائده الاطفال حي الزهور ومنطقة سيس عامة. كما تشاهدوا هنا مجموعة هنا الأطفال هنا اللي كتشوفوهم على ما يقرب حد 400 طفل ممارسين لكرة القدم هنا. أيضا هنا منطقة سيس تزخر بالمواهب الرياضية اللي كنحاولوا حنا من جهتنا أننا نأطروهم ونحاولوا أنهم نوصلوهم للهدف المنشود وهو ألا هو المنتخب الوطني، أو أنه يكونوا قدوة صالحة بحال الأصدقاء ديالهم. كما كتشاهدوا هنا في البلاطو واخدين جميع احترازات الضروريه هنا، واللي كنصادفوا هذه الايام انطلاق ديال التلقيح
اللي كنتمناهم ان شاء الله تعالى ان البلاد ديالنا نطلبوا من عند الله ان يجيها وان شاء الله ويدوم عليها الصحه والعافيه لقياده القياده الرشيده لصاحب الجلاله محمد السادس نصر الله وايده. شكرا جزيلا.